احلى مساء لاحلى متابعين، شلونكم حبايبي غاليين؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله رب الكل صحه وسلامه. تعال شوفوا اليوم شنو لقيت بالسوق. هسه تقولون هو شنو؟ لا، لان هاي صار تقريبا شو لكم 7 سنين 8 سنين كلش هواي مفتقد، اللي هو الخباز او الخبيزه، كل من حسب ما يسميه. بصراحه هاي عندنا احنا اشتراك بماركت، فشي ينزل يدزلنا الصور، فما اعرف شلون دباوع الواتساب ما تبع لي. قلت له الحج جداز لنا شو منزل. فبصراحة استغربت، لان انا صار لي كم سنة طالعة يعني لا بتركيا شفته ولا هنا. فرأسا قلت له روح جيب لي. هسه لو اقول لكم على السعر طبعا حتتفاجئون، سعر الكيلو 6 يورو، يعني جدي عادي يمكن 10,000 او اكثر. المهم حبايبي خلونا اللايك، تعالوا شوفوا الطريقة اللي انا سويتها، طريقة والدتي الله يرحمها. هنا طبعا فرمته كلش ناعم، خليت مي يفور، شوف فرمته بهذا الشكل. طبعا اكيد بعد ما احنا غسلناه غسل زين وراح فرمناه بهذا الشكل ناعم. هنا خليت مي يفور وراح اخليه بالمي. طبعا وصل لهنا وما خلي اللايك، خلي اللايك، وجدد يا ريت من الاشتراك وتفعيل الجرس. راح نخليه اكيد تعرفون ان هو الخباز شويه مو في السبيناغ يعني يستوي بسرعه، شويه يكون الورق مالته اقوى. فراح شوي اسلقه تقريبا فد نقول في نص ساعه الحين ما اشوفه يعني نوعا ما استوى. هسه هنا بعد ما استوى راح اصفيه بالمصفي وراح ادير شوي عليه مي حتى نتخلص يعني من المي الحار نهائيا بيه. وهنا ايش راح اسوي اني؟ اكيد نحضر هاي، خلينا طاول فرمنا حبتين بصل حجم مصط، وهنا هخلي شويه زيت. طبعا راح اخلي زيت الزيتون، هنا زيت الزيتون دائما تخلوه، لا تخلوه يكوي يعني، بس اسمه نحار واخلي البصل عليه يعني، ما تخلوه كلش يكوي لان مو زين، وهم هات الفوائد كلها راح تروح فيه. المهم بعد ما خلينا البصل راح نقلب البصل لحد ما عدنا يستوي يصير بهذا الشكل. راح نخلي شويه معجون، طبعا ما حسوي كلش احمر، راح يكون لونه وسط. طبعا اكو عالم تحب في الطماطم، اكو عالم تحب معجون زايد بي، يعني هم اكو هو الى عدة طرق، بس احنا هاي طريقتنا الخاصة. هنا بعد ما حمسنا البصل والمعجون راح نخلي الخباز او الخبيزة وراح نقلبه ويا البصل ويا المعجون بهذا الشكل. من يحبه طبعا، انا طبعا كلش احبه بصراحة، يعني ما كنت اسوي ببيتنا، بس كانت والدتي دائما تسوي ودائما تذكرني يعني ودزلي، لان كانوا قريبين علي. هنا راح اخلي شوية نوع بصرة او ليمون يابس تقريبا ملعقة كوب، واكيد الملح ما ننساه. واخر شي راح نخلي له الملح، شوفوا فشي بسيط، ما نريد الملح كلش هواي بي، لان مثل ما تعرفون هو يكون طعمه الحموضة تكون بارزة بي اكثر. راح نظل نقلب بي لحد ما يعني يحبس تماما، واخر شي راح اعصر الليمون. طبعا لازم هو يكون بي شوية حموضة، هاي الحموضة حسب الرغبة، انا بصراحة احب شوي الحموضة تكون بارزة بي. شوفوا هسه بعد ما صار بهذا الشكل، يعني لو شوفوها هسه لا هو اخضر ولا هو احمر، يعني تقريبا نقول هيك على صفار، ما بي هواي معجون. وهنا عصرنا الليمون، اكيد انتو عندكم الرارنج يكون طعمه بعد افضل، بس احنا هنا متواجد. وهم راح اقلب بيه لحد ما ينشف المي مالته، وهسه تقريبا عندي جهز قبل. طبعا كلش احبه، يعني ما اعرف ليش. بصراحة يعني هو مهم بيه كلش هواي فوائد، اتمنى طلع فوائد مات على جوجل، كلش هواي بيه فوائد. بصراحه كلش استغربت انه وجوده موجود هنا، لان صار لي انا كم سنه طالعه وما موجود. هذا الشكل الاخير، شوفوا كلش طريقته سهله وبسيطه، طبعا الطعم مالته ما اوصف لكم اياه، فشي كلش طيب، بالاخص اذا يكون طعمه حامض ويا رشه الليمون يكون طعمه بعد اطيب. هاي طريقته، وهم اتمنى يعني نالت اعجابكم. فاكيد هاني اي شيء يكون هنا متواجد هم اقول لكم بيه، اكيد راح تسالون هنا وين منين شفتيه. موجود بالماركتات العربيه، بصراحه بمنطقتنا يعني مو بفيينا، بمنطقتنا بيونشتات لقيته. فهذا شكله الاخير، اتمنى ان اعجابكم، واللي نسي يحط لنا اللايك يا ريت يحط لنا اللايك. ولهنا حبايبي، وراح اقول لكم مع السلامه للجميع.